بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله باذن الله هنبدا نتكلم يعني ايه ار. في معامل اسمه ار، المعامل ار دوت موجود في معادله اليو بي سي اللي هي المعادله بتاع قوه الزلزال سي في في اي على ار تي في دبليو. ار يعني ايه ار؟ وموجود طبعا في الاي بي سي، ار برضو موجود زي ما هو كده ار، وموجود في اليو بي سي القديم اللي هو الكود المصري القديم برضو نفس الكلام، بس كان موجود اللي هو زد اي كي سي اس دبليو، والكي هو الار بس مقلوبه، يعني الكي هو يعني نفس اللي بيعبر عنه الار بيعبر عنه الكي، بس الكي مقلوب الار، اللي هو نفس الكود المصري 92 على ما اعتقد و95، وهو الكود نفسه الكود اليو بي سي 85، وموجود برضو في الكود الاوروبي الاي سي اللي هو نفسه الكود المصري الجديد اللي هو عباره عن داخل جوه الاس دي، هنقولها ان شاء الله بشكل سهل جدا. لكن الار ده الحقيقه معامل مهم جدا، فاي حد عايز يحسب كود زلزال لازم يحسب الار، لازم ياخد في دماغه الار، ولاننا ما درسناش في كليات الار يعني ايه، فبيحصل كل الناس بتسال يعني ايه ار. فتعال نشوف ايه الار يعني ايه. اولا تعال نقول ازاي بنحسب قوه الزلزال. اي قوه زلزال في الدنيا عباره اي قوه، قانون نيوتن تاني بيقول ان في بيساوي ام في ايه، في بيساوي ام في ايه. طيب الايه ده اجيبها منين؟ قوه الزلزال. اجيب قوه الزلزال ازاي؟ هدخل الريسبونس سبيكترم بالتي، هدخل خط فيرتيكال اقطع المنحنى اقوم جايب الايه بتاعتي كام. طيب في بعض الريسبونس سبيكترم بتجيب منه الايه، وفي بعض الناس قالك لا احنا مش هنقول الايه بقى، هننسب عجله الزلزال بالنسبه لعجله الجاذبيه عشان تبقى شيء محسوس بالنسبه لنا. يعني لو قلت لك ان عجله الزلزال 3 سكند على المتر سكوير ممكن ما تفهمهاش، فلما اقول لك ان هي تلت عجله الجاذبيه هتفهم ان هي حتى لو فيرتيكال مثلا مش هتنطر المنشا لفوق، لو هورزونتال تدي مقدارها كم. الناس بتتخيل اكتر، هتحرك الماس قد ايه يعني، يعني كل واحد بيتخيل بناء على عجله الجاذبيه اكتر. فعشان كده بندخل بالتي نجيب اي جي. طيب يبقى انا دلوقتي عندي الماس، هي الماس عباره عن دبليو على جي، كويس اخد انا الجي الناحيه دي كده عشان يعني لو الكيرف ده بيديني الاي على جي وده اللي حصل في اليو بي سي، اخلص اخد انا اجيب اليو بي جي الاي على جي مره واحده، فادخل بتي عشان اجيب الاي على جي. يبقى كود زلزال بتساوي دبليو في اي على جي. اجيب الاي على جي ازاي؟ هدخل بالتي. يعني ايه؟ هل اي على جي فانكشن في تي؟ فانكشن في تي. الاي على جي بتتناسب عكسيا مع تي. طب في الكيرف كله؟ لا طبعا في الحته دي. احنا عموما انا لما بتكلم دلوقتي بخاطب واحد بيصمم تول بيلدينج او هاي ريس بيلدينج او هاي سكريبر، يعني ناطحه سحاب فوق 10 ادوار 20 دور 30 دور فيما فوق يعني، فما بتكلمش على المنطقه دي، وعلى اي حل المنطقه دي هي الماكسيمم فاليو والكود بيحط لها قيمه. احنا غالبا في منشاتنا اللي هي ال 10 و20 و40 و50 و100 دور بتكون دايما في الحته دي في المنطقه ديت. فعلشان كده بقول لك ان الاي جي بتتناسب عكسيا مع التي، ولان اي تناسب ممكن نفك بيساوي بس نحط ثابت التناسب الكوفيشن دوت سي في، فنفس الحكايه اي جي اي على جي بدل ما كانت بتتناسب مع تي بقى بتساوي سي في على تي. طيب يبقى ممكن نحط نشيل الاي جي من المعادله هنا ونحط دبليو في سي في على تي، يبقى دي كانك بتقول الماس في الاكسلريشن حولتها بقى دبليو في سي في على تي، دي قوه الزلزال دلوقتي. خلاص احنا كده متفقين ان قوه الزلزال بتساوي سي في على تي في دبليو. طيب تعال نرجع تاني للكود المصري الجديد. الكود المصري الجديد الحقيقه ممكن حد يتلخبط لو شاف المعادله دي. الكود المصري على طول ما بيديش، بتدخل بالتي بيقوم يديك حاجه اسمها اس دي على طول. تيجي تقول الاس دي ده عباره عن ايه؟ احنا طبعا احنا اصلا عارفين ان الريسبونس سبيكترم بتدخل بيه بتجيب حاجه اسمها السبيكترال اكسلريشن او السبيكترال فيلوسيتي او السبيكترال ديسبيسمنت. تعال نتجاوز الديسبيسمنت والفيلوسيتي شويه ونقول هو دايما الاكسلريشن، لان احنا في الاخر هنضربها في الماس. فنقول السبيكترال اكسلريشن. السبيكترال اكسلريشن دهيت الكود المصري هياخدها على طول، بدل ما ياخد الاي هياخد، بدل ما يقول ينسبها للتي لا هو يقوله خلاص الاس اكسلريشن بتاع التي، خلاص هو حطها كده وخلاص بدل الاي حطها، وهيفضل الدبليو على جي زي ما هو. طبعا احنا اتفقنا ان الكيرف ده ممكن تجيب منه ايه على جي او تجيب ايه، فهو هيجيب ايه بس وهيسميها اس اي وخلاص. لكن الخطوه اللي بعد شويه اللي احنا هنعملها ان هو هيقسم على ار، فمش هيسميها اس اي هيسميها اس دي، يعني اس ديزاين، ودي هنا مش ديسبيسمنت ديزاين. تعالى ما نلخبطش الناس معانا، لكن نقول احنا دلوقتي وصلنا في الكود اليو بي سي مثلا ان في بتساوي سي في على تي في دبليو. طيب هل المنشات كلها نفس اهميتها؟ لا طبعا، في منشأ مهم جدا في منشآت الطوارئ لما يحصل زلزال عايزين منشآت تصمد بشكل فظيع زي المستشفيات مثلا، زي المطافي، زي الاقسام البوليس، في حاجات كده لو ما حصلش ان الاسعاف شغاله الناس هتموت، يعني هتموت مين اللي هينقذها؟ فعشان كده بنضربها فاكتور اكبر من الواحد اللي هو الامبورتنت فاكتور بنسميه الاي، فبتفضل برده المعادله زي ما هي سي في على تي في دبليو بس نضربها في اي. يبقى احنا وصلنا دلوقتي ان كود الزلزال بتساوي سي في في اي على
على تي في دبليو، هي طبعا مش كده، هي لسه ثلاثة، هتبقى سي في اي على ار تي في دبليو. طيب الار ده هتيجي منين؟ دي بقى نقطة الخلاف او نقطة دايما اللي الناس مش فاهمها كويس قوي. انا الحقيقة لما جيت اتكلم في محاضرة البوش اوف اناليسيس قلت حتة مهمة جدا، قلت ان كل ما تزود قوة الزلزال، لو احنا افترضنا ان الزلزال هيأثر بكامل قوته اللي هي ديت سي في اي على تي في دبليو، واحنا اصلا في البوش اوف بتحط القوة دي، ما بتحطش قوة لها ريدكشن، انت بتحط القوة دي نفسها. ليه؟ لانك اصلا بتجيب معامل الريدكشن منها. على اي حال ال V بتساوي سي في اي على تي في دبليو، كل ما تزود القوه شويه في شويه، احنا طبعا البوش اوف المعتمد انت بتقول بتزق المنشا شويه بشويه، كل ما تزود المنشا يحصل له تردم اكتر. انا كنت بقول تجاوزا هناك على الناس لسه يعني حديث عهد بالبوش اوف بيتكسر، هو ما بيتكسرش طبعا، هو بيحصل له عمليه تلدن العقد بتاعته او الجوينتس بتاعته او اماكن اتصالهم بعضهم، سواء طبعا ممكن يكون بالارض وممكن يكون ببعضهم بعض، بيحصل عمليه ديكتيليتي، بيحصل المنطقه ما بين الالاستيك ومنطقه الانهيار اللي هي المنطقه اللي بتعبر عن الديكتيليتي بتاعت المنشا، اللي هي بيحصل تلدن للمنشا. فلما يحصل تلدن للمنشا بيحصل حاجتين مهمين جدا، يبقى احنا ده كله كنا شغالين ان المنشا هيكون الاستيك، فالفي بتساوي سي في اي على تي في دبليو، وكنا بنحسب قوه الزلزال كده على ما اعتقد للسبعينات او للثمانينات، لحد ما جه عالم مهم جدا قال لا، قال انتوا حرام عليكم الزلزال بتاعكم ده فرصه حدوثه كام؟ فقلنا والله احنا بنصنع الزلزال ممكن يحصل مثلا 1 على 475، يعني قيمه ضئيله جدا في ال 50 سنه، يعني قيمه لا تكاد تذكر. وفي بعض المنشات تبقى اقل، لكن طبعا في بعض المنشات النوويه والحاجات دي تبقى اكتر، يعني بتبقى على زلزال يعني لو اقل من كده برضه نحسب عليه. لكن على اي حال الزلزال ده لما يجي ممكن يحصل، ممكن يحصل بس نسبه قليله جدا، يعني ممكن نبني المنشا ويفضل المنشا عايش لحد ما يخلص المنشا وما يتاثرش بالزلزال. فاحنا اتفقنا لو الزلزال ده نسبه حدوثه صغيره جدا احنا هنصمم المنشا بحيث يشيل الزلازل الصغيره من غير ما يحصل له اي حاجه غير نان ستراكشرال اليمنت دامج، حيطه البلاستر يحصل له مشاكل، البلاستر يعني المحاره اقصد للناس اللي عايشين في مصر، البلاستر حاجات صغيره كده يعني. طيب وبالنسبه لو جاله زلزال متوسط ايه اللي يحصل فيه؟ يحصل ستراكشر يعني بعض المشاكل الانشائيه بس ممكن نعملها ريبير، موضوع بسيط. لكن لو حصل ايرث كويك سيفير برضو، دي عشان نبقى قايلينها مش سيفير بمعنى ان في المنطقه الثانيه، اتكلم عن سيفير في المنطقه الرابعه، لا انا قصدي سيفير اللي انا مصمم عليه، اكتر منشئ انا مصمم، اكتر زلزال انا مصمم عليه في المنطقه الثانيه، لو حصل الزلزال ده هيحصل، انا ما قلتش حاجه، هيحصل دامج بس مش هيحصل كولابس. في فرق كبير جدا بين الدمج والكولابس. دمج يعني المنشا هيكون قرب ينهار، بس هيديني فرصه ان انا ممكن اطلع واطلع الناس وبعدها بكام يوم ينهار ولا حاجه، يعني هيدي فرصه، فده بنسميه الدمج مش انهيار. وده اللي احنا بنصمم عليه دلوقتي، لان لو صممنا على الـ انه ما يحصلوش اي حاجه في الزلزال خالص، هنصمم على قوه ديت اللي هي في ديت اللي هنكتشف بعد شويه ان هي 5 اضعاف او 10 او 8 اضعاف القوة التانية. فهتفاجئ ان انت بتصمم كميات خرسانة رهيبة وكل حاجة يعني مش مستاهلة، هنقعد نصمم كل منشآت العالم نضربها في 5 اضعاف، ومش كده بس، ومجرد ما نضربها في 5 اضعاف دي كارثة، لان الوزن زاد فقوة الزلزال هتزيد، فانت ماشي معادلة غلط. فعشان كده هم قالوا لا، احنا هنعمل ايه؟ احنا هنقسم القوة ديت على فاكتور. طب يعني ايه هنقسم القوة دي على فاكتور؟ احنا هنصمم في منطقة التلدن، في منطقة الديكتيليتي، منطقة ما بعد الالاستيك، ممكن نقول البلاستيك. طيب ايه اللي هيحصل في الموضوع ده؟ قال لك طب احنا قلنا كل ما نزود القوه ايه اللي بيحصل؟ بيزيد تلدن المنشا. طب لما يزيد تلدن المنشا ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجتين اتنين، الحاجتين دول حاجتين من اخطر ما يكون. اول حاجه بيزداد البريود بتاع المنشا، البريود بتاعه المنشا بتزيد. ليه؟ لان المنشا ضعف بقى، في اماكن ضعيفه شويه فيه اللي هي مناطق البلاستيك هنج بقت ضعيفه، او حتى مراحل البلاستيك هنج بقت ضعيفه. ايه اللي حصل؟ البريود بتاع المنشا زاد، كل ما البريود زاد احنا عارفين المنشا زاد، ده احنا احيانا بنضطر نزود البريود نوصلها لقيمه كبيره جدا علشان نعزل المنشا. البيز ايزوليشن معتمد ان انت هتعمل رولر تحت المنشا فالمنشا يتحرك براحته، ما عادش فيه اصلا البريود بقى اتملى نهائي، يعني منشا بقيمه كبيره جدا. فاصلا ده حصل بالفعل اهوت معايا، لما حصل ان المنشا تلدن البريود زادت، قد تزيد الضعف، زادت قيمه كبيره. فاللي حصل لما دخلنا في الكيرف ان الفي بتنزل، فالفي بتاعتنا ديت ما عادتش هي الفي نفسها، لازم نقسمها على فاكتور. وكان الفاكتور ده هيكون صغير لو معتمد بس على البريود، لا، لكن حاجه حصلت ثانيه كبيره جدا مهمه جدا، الدامبنج. يعني الدامبنج احنا قلنا طبعا الدامبنج ان كود مقدره المنشا ان هو يبدد الطاقه بعد شويه. طب ما هو اصلا المنشا لما يحصل فيه بلاستيك هنج دي تبقى يعني بلعات للطاقه، حتى بنسميها بلعات كده للطاقه، يعني بتمتص الطاقه.
بتتخلص من الطاقه من غير اصلا ما يتحرك المنج، كل اللي بيحصل بلاستيك هنج. فالكلام ده كله بدا ان الطاقه تمتص. طب والدمنج بيعمل عندنا ايه؟ ده الدمنج ده حاجه جميله جدا. احنا قلنا اساسا واحنا بنشرح حرارات الديناميك، لو المنشا ده الزلزال بيحصل كده فبيمتص بالشكل دوت المنشأ بتاعي، لو الدمبنج عند 5% مثلا، لو اعتبرنا ان احنا بنتكلم عن زلزال لان الرياح بتختلف وبنتكلم عن خرسانه لان الستيل بيختلف، لو توقعنا ان ده الريسبونس بتاع حتى بنسميه الريسبونس سبيكترم بتاع المنشأ في حاله الدمبنج ده، طب لو زودنا الدمبنج المنشأ ده لازم ينزل لتحت كده على طول. الله، طب ايه المشكله لما ننزل تحت؟ لا ده في حاجه جميله جدا. تعال نرجع نقول ان احنا قلنا في البدايه ان التي الاولانيه ديت اللي حسبنا منها الفي ديت جبنا منها في واحد. لما قلنا طب المنشا البري بتاعته هتزيد فجبنا في اتنين قلت. طب لما قلنا كمان بعد شويه ان الدم كمان هتقل، ايه اللي حصل؟ فوجئنا ان احنا ما بنخبطش في المنحنى ده، احنا بنخبط في المنحنى اللي قبليه او اللي تحتيه، فبقى جبنا في 3 بدل ما نجيب في واحد. ففوجئنا بحاجه جميله جدا ان الفي 3 ديت خمس الفي 1 او ثمن الفي 1 او سبع الفي 1، يعني قيمه حاجة جميلة جدا انك تصمم على خمس قيمة الزلزال. طب بتعتمد عليه؟ ما احنا قلنا على الدكتيليتي. على ليه الدكتيليتي؟ لان الدكتيليتي هي اللي هتسبب البريود دي هتزيد كم مرة، وهي اللي هتسبب الكيرف ده هينزل كم مرة. وعرفوها كده، عرفوا ان مثلا لما يكون فريم، الفريم ممكن يتحص يحصل بلاستيك انج في اماكن كتيرة وممكن الدكتيليتي تبقى اكتر، فقالوا ان الكيرف ده هينزل تحت اكتر والبريود هتزيد هنا اكتر، فقال لك الفريم ممكن يوصل 8.5، وخصوصا لما يكون فريم متصمم على قوة زلزال كبيرة بنسميه سميرف سبيشال مومنت ريزن فريم. طب لو شير وول، لا الشير وول ما اصلا ما عندكش احتماليه ان يحصل اصلا البلاستيك هنج غير تحت خالص، وبلاستيك هنج مش كامل كمان، يعني ما هو لو وصل لهنج كامل هينهار المنشا، فمرحله من الدكتيليتي. فعشان كده الشير وول توصل مثلا 4.5 ل 5.5. انت بتتكلم صح في شير وول بس بيرنج سيستم، فنقول لك لا خدها 4.5. بتتكلم في بيلدينج فريم، بيلدينج فريم يعني هو في شير وول موجود هو اللي بيشيل الزلزال، بس الاعمده كمان موجوده بس عشان تشيل الفيرتيكال لود. ده مش موضوعنا دلوقتي، لكن انا عايز اقوله ان اللي حصل فعلا ان قوه الزلزال قلت للخمس او للربع. الخمس يعني ايه؟ يعني واحد على خمسه، يعني واحد على ار، هنسمي الخمسه دي ار او نسمي الثمانيه ونص دي ار، فبقت الار بتساوي في واحد على في ثلاثه. يبقى احنا دلوقتي عرفنا الار يعني ايه؟ الار هي عباره عن قوه الزلزال الدكتايل على قوه الزلزال الالاستيك. في 3 في 1 على في 3، انا قلت الدكتور على اساس الاستك على الدكتور عشان تجيب نسبه اكبر من واحد. وطبعا هيبقى تيام مقلوب الكي. انا بقول الكلام ده لان انا في محاضره بوش باناليسيس قلت تجاوزا، حتى انا كتبها تجاوزا، هي التي على التي. انا بس كنت عايز افهم الناس تي يعني ايه، لكن في مرحله بعد كده انا رسمت يمكن حتى بناء على الدمبنج الكيرف علشان اوصل للموضوع دوت. يبقى من تاني الكود الزلزال سي في في اي على تي في دبليو، ده اب في مرحله الاستك. مجرد ما يحصل بلاستيستي او مجرد ما يحصل دكتيليتي البريود بتزيد قوه الزلزال بتقل، الدمبنج بتزيد قوه الدمبنج بتزيد قوه الزلزال بتقل. ومن تاني انا قلت فكره دي بتساعدني جدا في فكره في حاجه اسمها الامبروفمنت اوف ستراكشر، ان انا عايز احسن المنشا بتاعي، فبستغل الحاجه دي ان انا اعمل حاجه بيز ايزوليشن، وبستغل دي كويس او ان انا احط دمبرز. الدمبرز دي بتكون بقى ايه؟ انواع كتيره من الدمبر، فيسكوس دمبر، ميكانيكال دمبر، في انواع جميله جدا من الدمبرز. والحقيقه اللي عايز يتعمق في الموضوع دوت ممكن ان شاء الله باذن الله احنا نعمل محاضرات في الموضوع ده، الموضوع ده في غايه الاهميه وبيفرق مهندس عن مهندس في الموضوع ده، وبيدخل معانا بعد شويه الماس دمبر، بس الماس دمبر او تيون دمبر دي بقى لها حاجه ثانيه. ارجع ثاني للتاي سي في في اي على هتبقى ما مش في تي، سي في في اي على ار تي في دبليو. في معادله الكود المصري هيديك اي نعم اس دي، بس اس دي انت لو دخلت لها هيقول لك اس دي اصلا جايه من ريسبونس سبيكترم. طيب هي جايه من ريسبونس سبيكترم كويس، وهيرجع يقسم بره على جي لانه عامل ديت الاس اي بس. بس كمان انت لو شفت اصلا هو مقسم الكيرف ده عند كل نقطه مش عارف اس اي تي اي وتي بي وتي سي، مقسمها يعني جايب بالظبط المعادله بتاع الكيرف ده بالظبط، وبدا يقول حتى وانت بتحسب القيمه دهيت اقسمها على الار، فتلاقي المعادله مقسومه على الار جوه المعادلات الطويله اللي هو عاملها ديت. انا ممكن اشرحها باذن الله لو كان في وقت، بس عرفنا احنا دلوقتي يبقى عرفنا يعني ايه في بتساوي سي في في اي على ار تي في دبليو. ارجو من الناس انها تحفظ المعادله دي، المعادله دي مهمه جدا، وما ينفعش تكون بتصممها بالايتابز وكده وانت مش فاهمها، لان لما نيجي نقيم المنشا قبل ما نصممه نحط شير وولز نتكلم، لازم نتكلم بناء على المعادله ديت، وهي معادله سهله جدا حفظها سي في في اي على ار تي في دبليو. ارجو ان انا اكون اضفت بعض الشيء، ولا تنسونا مسرح الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.